السلام عليكم مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناة صوت العدالة الأوفياء، مرحبا بكم معنا عبر حلقة جديدة من حي الانبعاث بمدينة سلا، حيث طاقم صوت العدالة تلقى اتصال هاتفي من عند البطل المغربي الحسن في رياضة تايكوندو، وغنحاولوا أننا نغوصوا معاه في نقاش بسيط ونحاولوا نفكوا خيوط هذه الرياضة هذه والتوقيف ديالها حاليا اللي واقفين الجمعيات ككل بمدينة سلا. الأخ الحسن مرحبا بك معنا. السلام عليكم، كيداير لاباس عليكم؟ نتمنوا من الله تكونوا بخير. شكرا على الاستضافه ديالكم وشكرا على صوت العداله اللي تبارك الله اللي تنديروا فيها واحد الثقه بزاف بزاف، والصوت تيوصل، انا متيقن غيوصل الصوت ديالو على العموم كامل. شكرا الاخ الحسن وشكرا على التوقيع هذه اللي كتوضعوا في صوت العداله. الاخ الحسن بدايه ممكن تعرفنا براسك شويه وبالمسار الرياضي ديالك. شحال نقول لك، انا سميتني الحسن الهاشمي وبطل المغرب التايكواندو وعضو في المنتخب الوطني واستاذ ديال التايكواندو. متشرفين استاذ الحسن. استاذ الحسن، بغينا نعرفوا فين وصلت الرياضه ديال التايكواندو حاليا بالمغرب. بالنسبه للنشائج ديال الرياضه صراحه تيبقى فيا واحد الحال. علاش؟ حنا ما نلوموش الدوله، حنا مع الدوله ومع هذا المرض هذا وهذا الوباء، ولكن كاين واحد المشاكل اللي مشاكل عاديه، ماشي بمعنى انا تنوصل واحد الميساج بعد السيد الوزير ديال الشباب والرياضه، هو راه عارف الجمعيات وحنا مع القانون، وكما تنقولوا حتى الدراري دابا ما بقاوش تيتيقوا، ما بقاوش يجيو حتى الجمعيات ديالهم. خويا الحسن، حاليا كتمارسوا كتزاولوا الحصص الرياضيه ديالكم او لا حاليا متوقفين نتوما كباقي الجمعيات والتجار؟ بالنسبه للرياضه ديالنا جميع القاع ديال الرياضيه كلشي حابس على حساب هذا الوباء هذا، وكما تيقولوا كل محطه تيطاقوا الدوله، ولكن وصلنا واحد المشاكل حل سد، والمشاكل اللي غنقول لك انا بصراحه تيبقاو فيا شي مدربين وتنعرفهم انا بزاف تدمروا بهذا الوباء. من ناحيه تدمروا من الناحيه الماديه بانهم سدوا ما بقاوش كيتوافدوا عليهم التلاميذ او لا كيفاش ضروا؟ من قضيه ديال الماده، بمعنى تتكون جمعيه مولاها اللي تنعرف انا كاع الناس في المغرب اللي مولاها كاري ب 4500 4000 5000 درهم، راه ماشي سهله، راه ماشي سهله، راه 5000 درهم من معيشي بها هذا السيد هذا، وتتلقى مسكين هو خدام عا في السطاطير، بمعنى قليل اللي تيخلصوه الابطال، قليل من عجيبه تيقرر يخرج من الجمعيه ويبيع الطابي ولا يخرج، راه مصيبه هذه. صح، يعني الاساتذه او الجمعيات طايحين في هذا المشكل هذا المادي. استاذ، عرفنا منك دابا بانه كاين واحد الاشكال ديال توافد التلاميذ وهذه الازمه هذه اللي هي انترناسيونال. بالنسبه للوزاره، واش تقدمت لهذه الجمعيات او لهذه القاعات الرياضيه بشي دعم او لا؟ بالنسبه للوزاره ما دعمتناش، باش نجيك من الاخر، بالنسبه للوزاره ما دعمتش الابطال وما دعمتش المدربين والناس ديال الجمعيات بتاتا. لا والو، هذه شوف هذه على التقليد ديال السيد رئيس الجامعه أدريس هلالي، داير فوق الطاقه ديالو وفوق الجهد ديالو، تيحاول يوصل واحد الميساج للناس المسؤولين. الوزير ديال الشباب والرياضه يعتقل لنا هذا الموقف. علاش يعتقل الجمعيات اللي صراحه اللي مدمرين وتا الابطال؟ دابا المشكل تيبقى فيا الحال، انا الابطال لا ابطال لا مدرب لا الجمعيات، اذا راه لا ليه الله. السيد رئيس الجامعه داير فوق الجد ديالو، السيد الكاتب العام محمد داودي تا هو تبارك الله عليه اللي تيوصل واحد الميساج وتيجيب الله التيسير بينه وبين. يعني خويا الحسن كاين معاناه في الجسم الرياضي. كاين بزاف، ما نكذبش عليك، انايا شوف بالنسبه ليا انا تنهضر على راسي، ولكن نص الوقت تيبقى فيا الحال، تنوب على كل شيء، حتى انا رياضي وانا بطل وتنحس بالبطل، بمعنى البطل راه ما تيمشي للجمعيه تلقاها ساده، فين عيطريني واخا تيمشي يجري تيشدوه، الامن الوطني هو رياضي مسكين وتيشدوه داير لك مومو تيشدوه، بمعنى هذا الدري هذا اللي تيكون تنكونوا حنا مباصين عليه وواقفين عليه، بمعنى تيكون بطل اتليت مزيان وعنده بزاف ديال الامور، لا تخلينا حنا نتيقوا فيه، في الاخر تيحطموه. ما يمكنش، انا بانوا لي دابا شي حوايج قهاوي حالين والجمعيات حل سد. علاش؟ ومعروفين الجمعيات، حنا درنا القانون ديالنا، عندنا 15 عنصر بمعنى لا كنت انا واقف راه يكون صاحبي بعيد عليا واحد متر وتندير واحد الصقات واحد الكروه بمعنى يكون بعيد عليا. دايرين جميع القانون اللي داروا معنا الوزاره. واخا استاذ واش ما تيبانش لك انه الا تحلوا هاد القاعات الرياضيه يقدر يطرا شي مشكل او لا تخرج لنا شي بؤره وبائيه من شي صاله سبور؟ شوف الحمد لله الحمد لله الحمد لله والفضل ديال الله سبحانه وتعالى ما عمر شي دري ديال التايكواندو خرج مريض من القاعات الرياضيه. كذب عليك كذاب. والحمد لله راه باينين النتائج من نهار. واخا يسمح لي اخويا الحسن على هذا الانقطاع، حنا تنعرفوا ان الاجواء ديال لي صالة السبور في مدينه سلا او للجمعيات الرياضيه فما ما كتكونش واحد المساحه اللي هي كبيره، بحيث ان الانسان منين تيكون تيتريني فهو تيفرز واحد الغازات، تيفرز واحد التنفس زائد كذا. يعني الا كان واحد مريض او لا مشكوك فيه يقدر يخلق واحد المشكل او يقدر يخلق واحد المفاجاه وسطكم. شوف بغينا نوصلك واحد الميساج. اولا بعد ما تنكون ندرب الابطال ديالي اولا بعد تيساليو تنحاول نوصل لهم واحد الميساج. تنقول لهم سمعوا يا الابطال اللي فيه السخانه وتيحس بالكحبه راه ما يجيش لعندي. علاش؟ يخاف على راسو، خاف عليا انا وخاف على الابطال ديالو. احتياطات احتياطات ضروري من الاحتياطات. اولا بعد قبل ما تيضرب التحيه عندي في الطابي تندير ليه مثال الحراره، عاد نهضر معاه، عاد تيغسل لي يدو، عاد تيدخل. وحنايا راه دابا لقينا حنا مشكل الا في الابطال ديالنا ولا تا الناس اللي كايرين القاعه راه 4000 درهم. راه دابا راه كاينين الناس مدربين راه بقاو الله حمدتك راه مشكله. راه بصراحه راه الله اللي مطالع به، كاين اللي طلق، كاين اللي باع الطابي، كاين اللي سمح في الطابي، كاين اللي ما بقاش يدير. وهاد الناس الاباء اللي تنعرفوهم حنا ما يمكنش نضيعوهم. بصير يضيع علينا باطن نخلفوه باطن. ولكن واحد الاب اللي تنكونوا ضاربين ليه حسابه تنعرفوه كبرنا معاه ما يمكنش يضيع. صح. غنقول حنا ما غنقولوش المسؤوليه، هي المسؤوليه يتحملها الرقم واحد الدرجه الاولى هو الوزير ديال الشباب والرياضه. يراعي وخلي الجمعيات يفتحوا. راه الجمعيات حنا راه تنعتقوا عباد الله، حنا تنعتقوا عباد الله. بمعنى لا كان مريض ولا كان موسخ، حاشا يكون موسخ. اذا كان موسخ ولا هذه راه تيدخل الجمعيه راه تيولي نقي باللات ديالو باي حاجه. صح. خويا الحسن ممكن تحدث لنا على المسار ديالك في بعض الدقائق، كيفاش بديتي البطولات اللي عندك، كيفاش تتعايش مع هذه الرياضه حاليا؟ بالنسبه لهذه الرياضه هذه عاديه، صابر الله اللي مطالع بيا انا بعدا، الله اللي مطالع بيا والحمد لله هو الفضل ديال الله سبحانه وتعالى. وصلت للنتائج كاع اللي بغيت وتنعترف براسي بطل اتليت اللي حطيت النقط على الحروف. جميع الحركات حطيتهم النقط على الحروف. وانا بصراحه راه ولد نادي كبير خارج من نادي مدرسه النادي المركزي الرباط سونتران. وتحيه للاستاذ معطي الركيزه حتى هو اللي وقف معايا حتى هو وطلعت عنده. وما نساوش الاستاذ سمير الكرومي وكاع الناس اللي تيبغيو الحسن الهاشمي في المغرب والمدربين وخوتي اللي تنبغيهم وانا تنبغيهم. واخا السي الحسن شنو الحلول اللي تقدر تعطينا في هذا الباب هذا، كيفاش ديال الجمعيات بخصوص التوقف هذا اللي واقف فيه؟ وشوف التوقف راه مشكله. راه شوف راه التوقف الحلول السي الحسن اللي كيبانوا. بالنسبه للحلول الجمعيه تدمروا، هذه الرقم واحد. الجمعيه تدمروا واخا اللي ساتليت الابطال مشاو. كيفاش غنحلوا هذا الشيء هذا؟ ما كاينش الحلان. خلاه اللي فات مات صافي ما كاينش. دابا نهار الاول الدوله تحلها، بمعنى الجمعيات راه سالين دايرين القانون ديالنا، دايرين جميع اللي بغاو هما. راه باش ترجع بطل دابا ها انت تخير معايا، دابا حنايا تنصرفوا على المنتخب الوطني الشبان، ها هما اجلوها شويه عاوتاني كركا اجلوها شويه هما لغاوها، لا يمشيو يلعبوا بطوله العالم كما تنقولوا من الخير. علاش؟ حيت العالم كلهم اجلوها. انا تنقول عاوتاني المصلحه العامه كتغلب في هذه المسائل. ربما تكون هذيك البطوله او اللي كنتوا غادي تشاركوا فيها ما كتخدمش المصلحه العامه، تقدر تسبب لنا في شي كوارث او نتائج سلبيه. حنا ما عندناش مشكل، نوصلوا ديما واحد النقطه، حنا ما عندناش مشكل كاع الدري تيمثل لي بطوله العالم ولا كذا وخارج على برا، ما عندناش المشكل يمشي ولا ما يمشيش. حنا فين عندنا المشكل دابا؟ ولينا دابا انا عندي جوج ديال المشاكل، وليت دابا نشوف المشكل الاول هو ديال الجمعيات. القهاوي حالين. صح. القهاوي حالين والجمعيات سادين. والقهاوي دابا اللي تنشوف انايا مدينه سلا تتلقى دابا طابله فيها 5 ديال الناس، 5 ديال الصحاب واحد لاصق واحد، وحنا عندنا ساعه ونص ولا ساعه دايزه ما عطا الله ديال الله تخيمهم كيفاش يديرينو الدراري ودايرين القانون ديالنا والكمامات ديالنا، وراه كاين الادله ماشي حنا راه تنهضروا بالادله ما تنهضروش هكاك. صح خويا الحسن، كما شفنا بما انك دويتي على صحاب المقاهي، شفنا ان صحاب المقاهي والارباب ديالهم انهم مشاو عند السيد العامل واقترحوا عليه حلول باش يحلوا المشكل ديالهم. واش نتوما كرياضيين كجسم رياضي في مدينه سلا حاولتوا تتواصلوا مع السيد العامل باش تحاولوا تحلوا هذا المشكل ديال الحلال ديال الجمعيات الرياضيه؟ بالنسبه للحلال ديال الجمعيه كاينين شي مدربين صحابي من مدينه تمارة تا هما داروا الجد ديالهم، تا هما مساكن وغوتوا الشمس وهادي، وقب معاهم السيد محمد الكاتب العام ديال الجامعه تبارك الله عليه، تا انا تنقول لها البوصور من عندك. وكاينين شي جمعيات تا هما الله يحسن العوان، بمعنى راه ديما غنوصلوا الله يحسن العوان الدمره، راه حتى هذيك الوقفه اللي غيوقفوا ويطالبوا حقهم راه لا ليه الله راه ما قدروش الزوليد ديالهم. لا حنا ماشي تنقولوا واحد الوقفه احتجاجيه او لا تنقولوا زعما غير نتوما تجمعوا وتمشيو عند السيد العامل ربما تناقشوا مع هذا الملف وتشرحوا ليه بان القهاوي حالين وحنا صاله سبور وتخرجوا معندو بشي حلول. واش هذه الخطوه هذه قمتوا بها نتوما كرياضيين وجسم رياضي في مدينه سلا ولا لا؟ شوف راه واخا نمشيو عند السيد العامل باش نجيك من الاخر، السيد العامل ما عطيناش شي نتائج، هادشي راه تنعرفوه حنا. السيد العامل تيتسمى حنا ما غنقولوش ما يدير والو، راه يدير، يقدر ما يدير. انا تنوصل الميساج ديالي للوزير ديال الشباب والرياضه الله يجازيه بخير، يتعاون مع هاد الناس. راه المدربين راه لا ليه الله راه باعوا الطونوبيلات، كاين اللي باع موطور، كاين اللي دمر، كاين اللي باع الطابي، كاين اللي هز يدو، كاين اللي راه بقى غادي تيضرب بوحدو. هاد أراضي زائد الابطال ما يمكنش نرجعوا الابطال ديال 2019 و 2018 ها كلهم تدمروا انا ضرب بوحدو. هاد أراضي زائد الابطال ما يمكنش نرجعوا الابطال ديال 2019 و 2018 ها كلهم تدمروا انا بطل وتنحس بالابطال. صح راه كاع الناس اللي تنعرف الابطال اللي معايا بنات وولاد تدمروا صافي، ما عندهمش فين يتريني والقاعه ديالهم حابسه، تيمشي يجري تيشدو المخزن فين عيتريني، واش عندهم شي مجال اللي ما كاينش تيتريني في دارهم. الاستاذ ديالو ما يمكنش يجي يتريني في دارهم، تتلقى مسكين هو ما عارفش، ما عندوش جميع الاسئله ديال 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 الماتاريال، ما عندوش الماتاريال بزاف ديال الله يحسن العوان. صح انا تنوصل الميساج لمحمد السادس الملك ديالنا الله يطول لنا في عمره والله يشافيه، راه هو اللي تنطيق فيه انا، هذا السيد هذا هو اللي تنطيق فيه، هو الميساج ديالي نطلب الله يوصل ليه ويطلق سراح هاد الناس هادو هاد الجمعيات يخدموا على راسهم. راه 4000 درهم راه ماشي سهله باش تجمع للشهر. صح راه الدراري راه دمروا الدراري راه لا ليه الله. انا بعدا بقى فيا الحال دابا شوف انا ديما غنبقى نهضروا، انا عطيت البلاد عطيتها ياك، ولكن الدوله اش عطاتني؟ انايا ما عطاتني والو، انا خاسر على راسي دم جوفي وخاسر فلوس كحله. صح راه لا ليه الله انا خاسر على الناس راه تتعرفني، خاسر فلوس كحله اللي خسرت الفلوس انا ما خسروش عليا والديا، خسرتها انا هو الواحد اللي خلاه، واحد اللي تنصور تنبيع ونشري تنصور 400 وتنخسر 100 درهم، هو هذا العنصر هذا. صح لا ليه الله. الحسن حاولنا اننا في النقاش ناقشنا بزاف ديال المشاكل، ناقشنا الاوقات الجمعيه الرياضيه، المسائل الماديه، ناقشنا المسار ديالك. خويا الحسن ممكن توجه كلمه للشباب اللي هما الرياضيين وكلمه اخيره توجه رساله ديالك للمسؤولين على هذا القطاع هذا في المغرب؟ انا تنوصل الميساج ديالي للشباب خوتي راه تيعرفوني وتنعرفهم، خوتي انا بدا معاهم من الفتيان الشبان الكبار، تيقول لكم خوكم الحسن الهاشمي تنبغي لكم الخير الله يسهل عليكم، ولكن حذاري ما تحبسوش، سيروا ترينيو، سيروا لقيتوا القاعه الرياضيه اللي تترينوا فيها، تحاولوا على الاقل ترينوا في السطح، على الاقل ترينوا في البيت، هرتوا الروتين وان شاء الله راه هذا الشيء راه فايت. وراه الميساج ديالي انا نتمنوا من الله يجيب الله التيسير، وانا تنوصل الميساج ديالي لمحمد السادس الله يطول لنا في عمره، وراه رياضي وراه عارف شنو كاين، وحنا راه ماشي ضد حتى شي واحد، انا راه الوباء على كل شيء العالم، ولكن راه حنا دايرين القانون ديالنا، انا ما ضد لا قهوه لا والو، انا تنشوف على شنو كاين، انا خاص القاعات يحلوا الرياضيين. وانا تنشكر السيد رئيس الجامعه أدريس هلالي اللي انا اللي عارفه هذاك السيد داير فوق الجهد ديالو تيوصل واحد الميساج باش يحلوا القاعات والمدربين. انا تنوصل لكم واحد الميساج، الله يجازيكم بخير، ما تبقى شويه الصبر وما تبقاش تقولوا رئيس الجامعه راه ما مسوقش لينا، رئيس الجامعه راه ما عنده ما يدير ليكم. واش القانون سد ليكم؟ الدوله سدت ليكم القاعات، واش هو عنده الساروت يجي يحل لكم القاعات؟ راه ما يمكنش. هو تيوصل واحد الميساج. حنا دابا عندنا المشكل فين كاين؟ مع الدوله، والدوله الله يجازيها بخير دير معنا شي حل. راه حنا ابطال، راه حنا تنمشيو نمثلو خارج المغرب وتنتقاتلو، حنا راه ما تنبيعوش دمنا، حنا راه تنموتو على الملك وتنموتو على هاد الرايه هادي صافي. الله الوطن المالي، والله يجعل ربي يسهل على كل واحد. شكرا خويا الحسن، هادشي اللي كاين. مشاهدينا الكرام، مشاهدين قناه صوت العداله، شكرا جزيلا لكم على المتابعه ديالكم لهذه الحلقه رفقه الاستاذ الكبير الحسن بمدينه سلا بالضبط بحي الانبياءات. تنشكروا على هذا الوقت هذا اللي عطانا، وحنا راه الاشاره ديالكم اوسات في اي وقيته ان شاء الله. شكرا بزاف والله العظيم، وتبارك الله راه تتقلبوا على الناس اللي عندها النشائج والناس اللي عندها كما تنقولوا كلمتو بالدراعو، بمعنى تتقلبوا على الجديد. شكرا بزاف، وشكرا على الصحافه ديالنا وسميتها الاذاعه ديال صوت العداله اللي تبارك الله لي الصوت اللي تنطيقوا فيه. وديجا انا درت معاكم واحد الرينيو اللي عنده علاقه بالموتور، وجاب الله التيسير على حساب البيرميه، جاب الله التيسير والله يسهل عليكم والله يحفظكم. هادشي اللي كاين. شكرا مشاهدينا الكرام، حنا دائما كما عهدناكم نحن دائما رهن اشاره اي مواطن مغربي. مشاهدينا الكرام، باش ما نطولش عليكم، الراي المواطن، شكرا جزيلا.